متى تكون كاف الخطاب حرفية؟ متى تكون كاف الخطاب حرفية؟ أولا إذا اتصلت بالضمير إيا، ثانيا إذا اتصلت باسم الإشارة، ثالثا إذا اتصلت باسم فعل مثل عليكم أنفسكم. محاضرة الأسماء أسماء الأفعال يرجى أن تراجع إن شاء الله تعالى في هذه الجزئية. ويوجد مقطع فيديو على اليوتيوب مهم جدا رفعناه لكم، متى يكون أو متى تكون الكلمة على من الأسماء، هذا ذكرناه قبل ذلك فليراجع. ثم إذا اتصلت كاف الخطاب بتاء الخطاب، في أرأيتك، أرأيتك وأرأيتكم، أرأيتك وأرأيتكم، هذه مواضع كاف الخطاب الحرفية في القرآن الكريم وفي اللغة العربية عموما. إذا اتصلت بإيا، إذا اتصلت بإيا مثل إياك، إياك، إياكم، إياكما، إياكن. ثم إذا اتصلت باسم الإشارة مثل ذلك، ذلك، ذلكم، ذلكما، ذلكن. إذا اتصلت باسم فعل أمر في غير القرآن نقول عليك نفسك، عليك نفسك، عليكم أنفسكم، عليكما أنفسكما، عليكن أنفسكن. إذا اتصلت كاف الخطاب بتاء الخطاب، وفي موضعين في القرآن الكريم، أو في مش موضعين إنما في حالتين، أرأيتك وأرأيتكم. طيب كيف نعرب كاف الخطاب في كل هذه المواضع؟ نقول كاف الخطاب حرف مبني لا محل له من الإعراب. طبعا مبني هنا ك مبني على الفتح، كي مبني على الكسر، كم مبني على السكون، كما مبني على السكون، كنا مبني على الفتح، ك فتح، كي كسر، كم سكون، كما سكون، كنا فتح. إذن هذه مواضع كاف الخطاب الحرفية في القرآن وفي غير القرآن الكريم. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور.